على مدار حلقات ماضية شفنا مدى عناية المسلمين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس في القرن الثاني والثالث الهجري زي ما بيدعي ده منكري السنة ويقول لك لا ده ما فيش سنة والسنة ما لم توجد إلا في أو كتبها المسلمون في القرن الثاني والثالث الهجري، وده طبعا زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده كان كلام المستشرقين اللي عكفوا على إن هم ينكروا وجود السنة، وجاء من جاء عشان يردد نفس الكلام اللي بيقولوه. الحقيقة إنه كانت العناية بالسنة النبوية المطهرة كانت منذ زمن النبوة الشريف، يعني كل جيل يعني بعد كده بيعلم السنة للجيل الجديد الجيل الذي يليه، ومع كل جيل بيحصل نوع من الترقي في سواء في أدوات الحفظ والكتابة والتأليف والتصنيف، كمان مع تطور المسلمين في خدمة السنة النبوية المشرفة والعناية بها. ومن خلال هذه الرحلة الماضية اللي احنا ابتدأناها منذ فترة في رحاب السنة النبوية المطهرة وجهود المسلمين في خدمة الحديث الشريف، من خلال هذه الرحلة الماضية أدركنا جهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجهد ده ابتدأ في زمن النبوة، وشفنا قد إيه مدى إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كان عندهم حرص شديد جدا على إن هم يتلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة بمنتهى الدقة. والحرص ده من الصحابة الكرام على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جيل الصحابة وفي الأجيال اللي جت بعد كده، يعني توارثه المسلمون جيل بعد جيل، بل وعلم الصحابة كمان الكرام رضوان الله تعالى عليهم من خلفهم، يعني الأجيال اللي جت بعدهم من المسلمين، إن من حفظ السنة استذكرها، مش بس تلقي دون وعي، مش بيسمعوا الحديث من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دون ما تفكير فيه، لا، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم كانوا بعد ما بيحضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هناك يعني حديث مباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته بعد ما يخلص المجلس مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقعد الصحابة مع بعض يذكروا اللي خدوه من الحديث الشريف من في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده من شدة حرص الصحابة الكرام على إتقان تلقي الحديث، مش أي مدارسة للحديث ومذاكرة للحديث وتلقي للحديث الشريف، تلقي دقيق حثيث في حرص في خوف على أنه لابد أن هم يحفظوا ويحافظوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتذاكرون دائما ما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا بذلك سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بيقول: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظ، لغاية ما يحفظوه يقعدوا يذكروا الحديث المجلس اللي كان مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقعد الصحابة بعد انتهاء المجلس يحفظوا الحديث ويتذاكروا، يعني يتدارسوا ما فيه من معاني ويأكدوا على حفظهم للحديث النبوي الشريف. وده اللي بالفعل حصل، إنه حفظ الصحابة الحديث الشريف، ومش كده وبس، وحفظوا لنا أساليبهم في حفظ الحديث الشريف وفهمه رضوان الله تعالى عليه، يعني منهج الحفاظ على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنهج ده اتأسس منذ زمن النبوة الشريف، وتطور هذا المنهج مع الأزمان التي تلتها بحسب الحاجة. العناية بالسنة المطهرة والحرص على تلقيها بمنتهى الدقة والتثبت في إن هم سمعوا الحديث بلفظه كذا وكذا، وبعد كمان ما بيتثبتوا من ذلك يتدارسونه فيما بينهم، وحرصهم
على إن السنة ما تفوتهمش، وده كان واضح جدا في العهد الشريف. يقول البراء بن عازب الأوسي رضي الله عنه: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش كل الحديث أخذناه تلقاء يعني مباشرة كده من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو بيقول كان يحدثنا أصحابنا اللي هم كانوا بقى متفرغين أكتر للحديث النبوي الشريف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا مشتغلين في رعاية الإبل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمعونه من أقرانهم وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشددون على من يسمعون منه. يعني الحياة بطبيعتها اللي عنده رعاية إبل، اللي عنده أعمال وأشياء بيقوم بيها، فمش كل الحديث خدوه مباشرة من فم رسول الله، مش كل الصحابة خدوا كل الحديث مباشرة من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا انشغل البعض منهم، كان البعض التاني قاعد حاضر المجلس، مجلس الحديث، وبعد كده ياخدوا ده وممن أخذوه من سيدنا رسول الله، وكانوا كمان من شدة الدقة يشددون على من يسمعون منه، يعني يتأكدوا منهم هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بمنتهى الدقة. وظل الحال ده على ما هو عليه في الحرص على السنة النبوية المطهرة والدقة في تلقيها والتثبت من نص الحديث الشريف وحفظها في السطور وفي الصدور منذ زمن النبوة وفي كل زمن. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بيحدثون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني يعلموا الحديث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلموا الحديث حتى لبعض الصحابة الذين لم يستمعوا إلى بعض الحديث، أو للأجيال كمان اللي جت بعدهم من التابعين. يعني وكمان مين كان بيحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمهات المؤمنين، زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن، وجيل التابعين وتابع التابعين. في كل مرحلة زمنية في تطور علمي باهر في الحديث الشريف وعلوم الحديث الشريف، وكلما استدعت الحاجة إلى إيجاد وسائل للحفظ أو وسائل للدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفل الله تبارك وتعالى بإيجاد من يقومون بذلك من الأئمة الكرام الخلص. زي ما شفنا الأدوار اللي قام بيها الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. وإحنا مرورا بهذه الرحلة اللي بنحاول نختصر قدر الطاقة بس عشان نعيش ونبحر في هذه الرحلة مع السنة النبوية المطهرة، مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع جهود العلماء في الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا من الصحابة الكرام ومرورا بعد ذلك بالأجيال التي تلتهم من التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى أن نصل إلى القرن الثالث الهجري اللي بيعتبر أزهى وأبهى عصور السنة وأحفلها بخدمة الحديث الشريف. مش معنى كده زي ما بيردد أعداء السنة أو اللي بيرددوا كلام المستشرقين دون وعي وفهم فيقول لك ده هي اتكتبت في القرن الثالث، لا، السنة موجودة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حفظها الصحابة الكرام في الصدور وفي السطور، وهكذا كل جيل بحسب الأدوات المتاحة اللي كانت موجودة لكل جيل من دول. وثمرت هذا الجهد اللي ابتدى من العهد النبوي الشريف أينع بقى، ظهرت ثمرت ذلك في القرن الثالث الهجري اللي ظهر فيه أفذاذ الرجال من حفاظ الحديث النبوي الشريف وأئمة الرواية وخبراء الجرح والتعديل، وظهرت علوم تخدم السنة. زي احنا شفنا
اللي اشتغلوا من العلماء الكرام في تجميع الحديث، واللي يسافر شرق وغرب عشان يأتي بحديث أو حديثين أو ثلاثة، واللي يعني يلازم العلماء من المحدثين الكبار اللي سافروا في كل أقطار الدنيا ليعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الجهد ده بقى في القرن الثالث ظهر معاه جيل معتبر مع التطور الطبيعي اللي حصل في دائرة العلوم والمعارف الإنسانية بظهور أنوار الوحي الشريف، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وظهور مؤلفات وتطور المؤلفات والتصانيف في الحديث الشريف. فظهر في القرن الثالث التآليف الخالدة والمصنفات المهمة جدا في الحديث وعلوم الحديث المختلفة والمتنوعة، وعلى رأسها الكتب الستة، صحيح البخاري. وعلى فكرة أما بنتكلم عن الكتب الستة، كان ممكن في الهوجة دي بتاعة الإنكار السنة إن احنا نبدأ من صحيح البخاري، بس أنا آثرت إن احنا نبتدي من زمن النبوة والعهد النبوي الشريف عشان نشوف إنه الجيل ده بتاع القرن الثالث الهجري اللي ظهرت فيه بعد كده الكتب وتتالت بأفخم الكتب في مجال الحديث الشريف، في جهد سابق هم اعتمدوا عليه. يعني صحيح البخاري ما جاش كده، ولا صحيح الإمام مسلم، ولا سنن أبي داود، ولا سنن الإمام الترمذي، كل هذه وغيرها، كل ده قام، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، هذه الكتب اعتمدت على جهود سابقة، هذه الكتب جمعت أصول الإسلام وفروع الإسلام وغيرها طبعا من المصنفات في دائرة الحديث الشريف وعلومه. ظهور التصنيف بهذه الإجادة في القرن الثالث الهجري ده امتداد طبيعي لما كان عليه الحال في زمن النبوة الشريف من العناية بالحديث الشريف المبارك.